Bon, Asli, on m'a dit qu'on ne se confie pas espace internet et piratage, et les pages officielles de taille. Inch'Allah, قد منكم برشا فيديوهات كل ما نتلقوا فيها الموضوع معين. هذا اللين تاع الباج تاعنا، هذا هو اللين. موضوع اليوم هو موضوع ممكن ثم شكون برشا ناس تعرف، أما ثم برشا ناس مازالت تعاني من المشكلة هذي. وصلني برشا 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 مساجات قالولي أيمن، أنا لو ما عملتهم ما نجمناش تخلصوا مشكلة الجورنال. هاي المشكلة تاع الجورنال كيما هكا جينا فيسبوك يجينا هكا ما يجيناش عادي. باش نعاود انا بس كيفاش معناها نجمو نرجعوها كيما كانت. دونك خليكم اليان هذا، ولا خليكم اليان هذا في ديسكريبسيون، نجمو معناها تكليكيو هم تكليكيو عليه تجيكم كل شيء الحكاية كلها. ندخل اليان هذا تلقاه بعد في ديسكريبسيون، كليك على اجوتي اكرم مثلا. انا نخدم جوجل كروم، كليك على جوجل اكرم، كليك عليه. سامحوني ديك هذا كان طالطة بسيطة. نعملو أجوتي هذيك خاطر ليه هذيك ما عادش يخدم سيتو، خاطر عندها برشا الحكاية والسيت هذا عندو برشا يخدم. صاي ثبت و تلقاو راح تمشيو هوني بيرسوناليزي كونترولي جوجل كروم، نكليكو هوني نتركو على أوتيل هذي بعد إكستنسيون، نكليكو على إكستنسيون. من تلقاوها هون، انا مانيش اكتيفيه هاي، انا ديجا عندي نكليك على اكتيفي، نرجعو للباج نعملو اف 5 ولا رفلشير رفلشير انا باش نعمل اكتياليزي، ولا نكليكو هوني ولا نعمل اف 5 مثلا. انا نعمل اف 5 كيما تراو فيسبوك رجع كيما كان على شهر تقديم، حتى الوقت نتاع الديسكسيون كيما تراو فيها رجعت، قداش عندي من واحد كونيكتي من ليزامي تاعي. ميرسي على المشاهدة، وماذا بيا ربي كان تعملها معناها تعمل زي تعملو الباج بيب باش تكبر معناها ونجم نقدم برشا فيديوهات جدد. ميرسي على وحاجة مرة أخرى إن شاء الله، رمضانكم مبروك إن شاء الله، سنين بيبي كمان.